ملفات بوليسية. القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. بعد مغرب 21 من دجنبر من العام 2000 وقعت حادثة سير في مدخل مدينة سيدي قاسم، تحديدا عند مستوى محطة السكة الحديدية في قرية سيدي محمد بن أحمد. صدمت سيارة دراجة نارية، قتل سائق السيارة وأصيب راكب الدراجة النارية بجروح خطرة، كما أصيبت امرأة كانت على متن السيارة بجروح خفيفة كانت مغمى عليها. وما أن أفاقت حتى قامت بنقل الضحيتين الأخريين على متن السيارة إلى المستشفى. في قسم المستعجلات عاين الطبيب أن الضحيتين فارقا الحياة. مات سائق السيارة أحمد البغلالي وهو زوجها، كما فارق الحياة راكب الدراجة النارية ويدعى عبد الرحيم أهلال. وبينما كانت المرأة وتدعى لطيفة نذير تتلقى العلاج من إصاباتها الخفيفة، التحق بها في قسم المستعجلات عميد الشرطة المكلف بالمداومة ليعرف منها ظروف وملابسات الحادثة المروعة. قالت إنها كانت قادمة مع زوجها على متن سيارته من سيدي سليمان، وكان قاصدين منزلهما في سيدي قاسم لما فاجأتهما دراجة نارية بلا أضواء فاصطدمت بها السيارة. قالت أيضا إنها لا تذكر ما بعد الحادثة إلا لحظة أفاقت بعد أن أغمي عليها لتجد زوجها في حالة خطيرة، بينما كان نصف راكب الدراجة النارية في السيارة ونصفه الآخر على غطاء المحرك، وإنها لم تجد بدا من الإسراع بهما إلى المستشفى. لم يقتنع عميد الشرطة بما صرحت به السيدة لطيفة من أن زوجها هو من كان يسوق السيارة لحظة الحادثة. اتصل بممثل النيابة العامة الذي أمر بالتحفظ على لطيفة نذير في انتظار تقديمها في الغد أمام وكيل الملك. قضت الليلة في ضيافة الشرطة ولم تعلم السبب وراء التحفظ عليها. ما تعلمه أنها من ضحايا حادثة السير. قضت ليلتها تفكر في الوسيلة التي تثبت بها أنها لم تكن تسوق السيارة لحظة الحادثة، وأن من كان يقودها هو زوجها الذي قتل. في 9 صباحا كانت السيدة لطيفة نذير الصيدلانية المعروفة في سيدي قاسم تمثل أمام نائب وكيل الملك في ابتدائية سيدي قاسم. تم حشرها في مجموعة من السكارى والمجرمين. حاولت أن توظف سمعتها الطيبة في سيدي قاسم، ولكن نائب وكيل الملك قرر وضعها رهن الحراسة النظرية وتقديمها في أقرب جلسة. كانت الصدمة قوية. سيقت لطيفة نذير إلى السجن حيث قضت 2 يوما كاملين. في اليوم الثالث تم تقديمها أمام المحكمة. كادت المرأة تفقد عقلها، انكفأت على نفسها وصامت عن الكلام. لم يستطع رئيس الجلسة أن يخرجها من صمتها، فقرر تعيين محام للدفاع عنها ضمن المساعدة القضائية. كان الأستاذ عبد الرفيع الأحمدي في جملة المحامين المتدربين. كان يعمل في مكتب المحامي محمد بطربوش من هيئة القنيطرة. وقد صادف وجود عبد الرفيع الأحمدي في ابتدائية سيدي قاسم جلسة محاكمة السيدة لطيفة نذير، فكان من كلفه رئيس المحكمة بالدفاع عن السيدة لطيفة. طلب عبد الرفيع مهلة للاتصال بموكلته والاطلاع على ملف القضية، ولذلك تقرر إرجاء المحاكمة 3 أيام. في اليوم الموالي وتأسيسا على نصائح أستاذه، كان المحامي المتدرب في سجن سيدي قاسم للقاء بموكلته. سيقت السيدة لطيفة لمقابلته، ولكنها طيلة المقابلة ظلت صامتة، لم تنطق كلمة واحدة. بدا للمحامي الشاب أن المرأة تعاني من صدمة عنيفة تغرقها في هذا الصمت المطبق. لما عاد إلى مكتب أستاذه حيث يتدرب، عرض عبد الرفيع الحالة على الأستاذ بطربوش
واتفق على المطالبة بتمتيع لطيفة نذير بالسراح المؤقت، وفي حال رفضت المحكمة الطلب ستتم المطالبة بنقلها إلى مستشفى للأمراض النفسية. كانت المحكمة في مواجهة امرأة لا تريد الكلام، ولذلك فإن رئيس المحكمة رأى أن مطلب المحامي الشاب عبد الرفيع الأحمدي يمثل مخرجا ممكنا. وافقت هيئة المحكمة على نقل لطيفة نذير إلى مستشفى الرازي بسلا ووضعها تحت المراقبة الطبية. مباشرة بعد وصولها إلى مستشفى الرازي تم عرضها على البروفيسور عبد الوهاب السنجدوري. كانت السيدة قد عرضت عليه قبل تلك الفترة، ولذلك فإنه لم يجد صعوبة كبرى في تشخيص حالتها. كانت قد قضت في هذا المستشفى فترة علاج من شهرين، وقتها كانت طالبة في السنة الثالثة بكلية الصيدلة. كان يعلم من خلال مراجعة ملفها الطبي أنها لا تقوى على تحمل الصدمات العاطفية القوية. قرر تنويمها يومين ليتمكن من مباشرة علاجها. بدا المحامي المتدرب عبد الرفيع الأحمدي متحمسا للدفاع عن السيدة لطيفة، فحالتها تمثل نموذجا يستحق التتبع. بعد 3 أيام توجه المحامي الشاب إلى مستشفى الرازي، حيث اتصل بالبروفيسور السنجدوري الذي وافاه بعدة معلومات تخص موكلته. من جملة تلك المعلومات أن السيدة لطيفة نذير تبنتها محسنة بينما كانت رضيعة في أسبوعها الثالث، وأنها مكنتها من تربية جيدة وتعليم مكنها من ولوج كلية الصيدلة والتخرج منها. لما كانت في السنة الثالثة بالكلية علمت أنها مولودة لأبوين مجهولين. اكتشفت ذلك صدفة بعد أن توفيت أمها التي تبنتها إثر نوبة قلبية مفاجئة. كان ما اكتشفته السبب وراء الأزمة النفسانية التي تعاني منها. سجل المحامي الشاب كل تلك المعلومات وقرر التحرك لإلقاء المزيد من الضوء حول عدد منها. انتقل إلى بلدية الرباط حسان وطلب الاطلاع على سجل ميلاد لطيفة نذير. اكتشف أن ضابط الحالة المدنية سجل لطيفة المولودة في 25 من نوفمبر من العام 75-900 في سجلات الحالة المدنية تأسيسا على حكم قضائي، وبعد أن وقع إثبات تخلي والديها عنها. قصد المحامي الشاب مستشفى الولادة، فاكتشف أن لطيفة ولدت لأبوين معلومين هما عبد القادر فاضي وفاطمة بنت عبد الرحمن. تمكن المحامي المتدرب عبد الرفيع من الاهتداء إلى عنوان الأبوين الطبيعيين للطيفة نذير. لم يكن له أن يعلم محل إقامتهما لولا مساعدة صديق له يعمل ضابطا في الشرطة، ذلك أن العنوان المشار إليه في سجلات الحالة المدنية تبدل بحكم التوسع العمراني الذي عرفته مدينة الرباط. في العنوان الذي تم الاهتداء إليه تسكن عائلة فقيرة تتكون من 10 أطفال تعيلهم أمهم منذ أن توفي والدهم قبل 3 أعوام. كانت امرأة نحيفة في مستهل العقد 5 من عمرها، وكان زوجها حين وفاته يقارب عمره 80 عاما. أراد المحامي الشاب أن يقترب أكثر من تلك العائلة الفقيرة. تقدم إلى المنزل مدعيا أنه يقوم بدراسة لفائدة جمعية تنشط في المجال الاجتماعي ستقدم مساعدة للأسر كثيرة الأفراد. لم تكن ربة بيت الأسرة في البيت، فاضطر إلى أن ينتظرها إلى ما بعد المغرب. لما قابلها قالت إنها تقضي يومها في العمل في البيوت لتوفير ما تعيل به أولادها. علم منها المحامي الشاب أنها كانت الزوجة الثالثة لعبد القادر فاضي الذي تزوجها وهي في 15 من عمرها، رزقت منه 10 أطفال. حاول المحامي الشاب أن يستدرجها للحديث عن مولودة تخلت عنها. سألها عما إذا كانت أجهضت مرة خلال المرحلة التي توالت فيها ولادة أطفالها 10. قالت المرأة وكانت تحاول استحضار حدث صار ذكرى بعيدة إنها رزقت من زوجها طفلة كانت المولودة 11، ولكنها اضطرت إلى التخلي عنها عسى أن تكفلها أسرة موسرة توفر لها أسباب عيش كريم.
فوجئ المحامي بصراحة وعفوية تلك الأم التي أنهكها العمل في البيوت. في مستشفى الرازي كانت لطيفة نذير مغرقة في صمتها، لا تكلم أحدا. اتصل المحامي الشاب عبد الرفيع الأحمدي بالبروفيسور السنجدوري الذي يشرف على حالة لطيفة، وأبلغه بما اهتدى إليه. سر الطبيب، يتعين عليه الآن أن يوظف تلك المعطيات لإخراج لطيفة من الحالة النفسانية التي توجد فيها منذ أن اتهمت بالقتل غير العمد لمجرد الظن بأنها كانت تسوق السيارة لما وقعت الحادثة التي مات فيها زوجها وسائق دراجة نارية. أبلغ البروفيسور المحامي الشاب بأن لطيفة بحاجة إلى صدمة تخرجها من صمتها المطبق. كانت عقدة اللقيطة تسيطر على لطيفة منذ أن كانت طالبة في السنة الثالثة في كلية الصيدلة. فكرت في مرحلة ما في البحث عن أسرتها الأصلية، ولكنها سمعت عن تجربة أليمة مرت بها صديقة لها، إذ صدمت بعدما اكتشفت أن أسرتها الأصلية كانت أسرة مفككة ومنحرفة. استعد البروفيسور السنجدوري لينقل إلى لطيفة خبر العثور على أسرتها الأصلية. وضع خطة للعمل أشرك فيها ممرضتين، أمرهما بحقن لطيفة وإيهامها بأنهما بصدد تنويمها، وأن تتحدث في تلك الأثناء عن خبر العثور على عائلة من توصف باللقيطة. كانت لطيفة تنصت إليهما وتتظاهر بأنها نائمة. في صباح اليوم التالي طلبت مقابلة البروفيسور السنجدوري، كان ينتظر أن تطلب مقابلته. لما دخلت مكتبه قالت إنها سمعت الممرضتين تتحدثان عن اكتشاف أسرة اللقيطة. قالت إنها تعلم أنهما كانتا تعنيانها حين حديثهما عن اللقيطة. بدا للبروفيسور السنجدوري أن لطيفة مستعدة لتلقي الخبر السعيد. حكى لها الجهد الذي بذله المحامي الشاب عبد الرفيع الأحمدي للوصول إلى أسرتها الأصلية. تغيرت نظرتها إلى الحياة، لم تعد اللقيطة كما كان بعضهم يلقبها، وهي الآن تستعجل حسم المحكمة حتى تتمكن من الاتصال بأسرتها. كان المحامي عبد الرفيع قد باشر التحرك على واجهة المحكمة طالبا السراح المؤقت للطيفة وإلا تقديمها للمحاكمة في أقرب جلسة. كان ملفه جاهزا وقد استطاع توفير شهادات تثبت أنها لم تكن تقود السيارة لحظة الحادثة وأن زوجها من كان خلف المقود. اقتنع القاضي بكل ما أدلت به لطيفة، ولم يجد ممثل النيابة العامة ما يدعم به متابعتها، فتم الحكم ببراءتها وبإسقاط المتابعة بموت الرجلين اللذين كانا السبب في الحادثة. بعد الإفراج عنها تريثت لطيفة قبل كل خطوة باتجاه عائلتها الأصلية، بينما قام المحامي الشاب بمساعي إدارية جعلتها تستعيد اسمها الأصلي. صارت كيوم ولدت لطيفة فاضي. كانت مترددة في الذهاب للقاء إخوتها وأخواتها ومعانقة أمها. في مرحلة أولى فضلت البقاء بعيدة، مع أنها قررت صرف مساعدة بقيمة 5000 درهم لفائدة أسرتها الفقيرة. ولكن المحامي الشاب كان يلح عليها في الذهاب للقاء أفراد أسرتها. كانت العلاقة بين لطيفة وعبد الرفيع المحامي قد تطورت وصار خطيبين، فقد اشترط عليها أن تذهب لمعانقة أمها. وافقت وكان لقاء مؤثرا. تلك قصة من قصص تعاطت معها الشرطة، وجاءت ثناياها حبلى بجوانب إنسانية مشحونة بالعواطف. حادثة السير المأساوية التي وقعت في مدخل مدينة سيدي قاسم مكنت لطيفة من إثبات أنها لم تكن لقيطة، وكان لاكتشاف أسرتها الطبيعية وقع الصدمة التي انتظرتها سنوات طوال لتخرج من دوامة أزماتها النفسية ورب ضارة نافعة.